يعتبر التمزق العضلي من أبرز المشاكل التي يعاني منها الرياضيون وبالأخص لاعبي كرة القدم. يقصد بالتمزق العضلي هو حدوث تلف سواء جزئي أو كلي بالألياف المكون العضلي أو حتى بالوتر الواصل العضلي بالعظم، وذلك لتعرضها للضغط أو استطالة يفوق قدرتها على التحمل. على سبيل المثال، عند رفع الأوزان الثقيلة بشكل غير مدروس ومفاجئ يؤدي إلى حدوث نزيف بالشعيرات الدموية المغذية للألياف العضلية، وبالتالي تهيج النهايات العصبية الموجودة في الألياف العضلية، ومما يؤدي إلى ألم شديد بمنطقة التمزق. الرياضات التي بها احتكاك مباشر بين اللاعبين كالملاكمة وكرة القدم والهوكي تزيد من فرصة احتمال حدوث التمزق العضلي. تختلف الأعراض باختلاف درجة التمزق، فقد يكون ألم لمجرد عدة أيام، أسابيع أو حتى أشهر، أو ممكن حدوث تصلب أو عدم مرونة بحركة المفصل أو حدوث فجوة مكان الإصابة. السؤال هون، متى عليك مراجعة الطبيب؟ إن وجود أحد الأعراض التالية يتطلب منك مراجعة الطبيب، ضعف بتحريك العضو المصاب بعد الإصابة، أو تفاقم بالألم بعد حدوث الإصابة، أو عدم قدرتك على القيام بنشاطاتك الاعتيادية بعد الإصابة. جميع هذه الأعراض أو العلامات تشير إلى وجوب مراجعتك للطبيب لعمل الفحص السريري أو حتى الفحوصات اللازمة. بالنسبة للعلاج، قد يحتاج علاج التمزق العضلي إلى وقت طويل. من أهم البروتوكولات المتبعة بإصابات الملاعب هي بروتوكول رايس، حيث تعني R rest، أي إعطاء العضل المصابة الفترة الزمنية الكافية للراحة وعدم إجراء أي تمارين رياضية خلال فترة زمنية معينة. اي وتعني ايس، اي وضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة، حيث يعمل الثلج على انقباض الأوعية الدموية وبالتالي التخفيف من حدة التورم والانتفاخ. اي وتعني إليفيشن، رفع العضو المصاب، وذلك للتخفيف أيضا من حدة الانتفاخ والتورم. اتباع البروتوكول البسيط وأخذ المسكنات اللازمة من شأنه أن يخفف من حدة الإصابة والتورم، ويمكن المريض أو المصاب من العودة لممارسة حياته الطبيعية بدون أي مشاكل أو أعراض جانبية.